رجالة، ايه الاخبار؟ بصوا بقى ايه اللي وصل بقى معانا. ال 812 جي تي اس، العربية الوحش من فيراري، ال 12 سلندر 3500 سي سي. العربية دي 812 سرعة، حاجة اسمها ايه؟ 1.2. العربية دي بتعمل تسارع من الصفر ل 100 في 2.7 ثانية. العربية دي دفع خلفي و تنفس طبيعي، يعني من غير تربو او سوبر تشارج. تعالوا بص، اول دوسة كده تنور لك، تصحى من النوم اسمع بقى الصوت بقى من ورا، بقى صوت الفي 12 بتاع فيراري. هبل ها، صوتها ايه يعني؟ مش طبيعي. عادي حلو. بعد بقى ما سمعنا الصوت طبعا ايه، تعالى اوريكم الحاجه برضو. فيراري ما بتعملهاش كتير، لما بتعمل موتور 12 سلندر نادرا لما بتنزل عربيه كشف او كونفرتبل. بص اوكي، خليني برضو ايه انزل الازاز. استنى alright. بق ده يعني ده بق خلاص، يعني لو دي كانت لونها اسود زي دي كنت عملت انا البق ده احمر، عامل زي الشفايف كده. ها اصحى بقى معايا وركز. الماتور شايف الكاوتشه فين؟ الماتور بعد الكاوتشه، الماتور هنا، ودي حاجات تانية هبوريكوا بعدين خلاص. طبعا بقى ايه، كاربون فايبر خلاص. ادي الديركسيون اللي احنا هنشوفه كتير، والعداد، وشغل ايه فاخر. بص هنا عشان اللي هيقعد جنبك يكون ركبه ايه ما تخبطش في، عاملين له زي بتاع كده.
اسمع بقى الصوت بقى من ورا بقى، صوت الـ V12 بتاع فيراري.